السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كويس جدا في موضوع الربح من خلال الانترنت، موقع اسمه فريلانسر. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان في واحد عنده شغل، فبدل ما يجيب حد بدوام كامل بيدور على حد يخلص الشغلانة ديت. فبتلاقي هنا لو انت عايز صاحب عمل تقول له انا محتاج ان انا استأجر حد، او ان انا اطلب حد يعمل لي وظيفة، او تقول له انا عايز اشتغل، فبيبدأ يقول لك ايه التخصصات اللي انت عارفها. ولما يكون حد مثلا طالب حد بروجرامر، او حد يعمل له مبنى، او حد يعمل له التخصص بتاعك، تمام، بيبدأ يعرض على صاحب العمل. الشخص ده يقدر يعمل مثلا يسوق لك الموقع بتاعك الالكتروني، يعمل لك جرافيك ديزاين. يعني على سبيل المثال مثلا حد مرابي محتاجين حد يصمم لنا الغلاف، فممكن اجي هنا اقول له جرافيك ديزاين، انا عايز حد، وابدأ اشوف الناس اللي متاحة. في ناس بتبقى اسعارهم قليله جدا، وفي ناس بتبقى اسعارهم عاليه جدا. فانت بتدور في الرينج مثلا المتوسط، وفي نفس الوقت بتبدا تشوف الشغل، وفي نفس الوقت بتدور على افضل تقييم، وبتبدا تبدا تشتغل معاهم. الموقع بيدي نسبه من الامان، يعني بيحجز على جزء من المال عند الشخص اللي طلب الوظيفه، بحيث ان انت لو خلصت الوظيفه هو مجرد بس انه يقول اوكي، فلوس تتنقل من عنده لعندك، تمام. المهم بس ان ميبقاش فيه اي كذب خالص، ما تبقاش فيه اي مخالفات قانونيه او شرعيه. ما تحاولش تتفق مع الشخص دوت الراجل اللي انت بتعمل له الشغل ان انت تتقابله بره الموقع، لان الموقع بياخد نسبه، فتقول له وفر النسبه والتذاكر، الحساب بتاعك هيتقفل، ولو ليك فلوس مش هتاخدها. فالامانه والصدق والاخلاق الاسلاميه كويسه، ان شاء الله يبقى زي الفل، وربنا يبارك لك.